شونجمون الرجاء الرجاء دخول سفيان دخل سوف المعلم سفيان الرحيمي خلص السعداوي السعداوي كذلك دخول لعيبة بدر بالهرود دخل بالهرود تا هو عطى 35 دقيقة دخول سفيان الرحيمي الرحيمي قلت بأنه كان لاعب رسمي في اللقاء أمام خرج مستشفى بركان العرجون يقدر يتبدل الماتش المغربية كاين بيلانتي ديال بركان والشونجمون ديال الاسعد ودخول بدر بالهرود إذن في انتظار تنفيذ ضربة جزاء لفائدة فريق النهضة المرجانية محسن